والبداية الليلة من سوريا، حيث تحولت العاصمة دمشق إلى مسرح مواجهات نادرة بين قوات النظام وعدد من فصائل المعارضة في تطور مفاجئ ولافت. وفيما يبدو أن المعارضة تحاول اختراق الجدار الأمني حول أبرز معاقل الأسد، تتجه حسابات النظام بالتصعيد إلى إعادة إنتاج سيناريو حي الوعر في حمص وفرض تهجير المعارضين وعائلاتهم من هذه المناطق التي تمثل رئة ومتنفس الحكومة السورية. من حي جوبر شرقي دمشق تنطلق فصائل من المعارضة، من بينها جبهة النصرة، باتجاه وسط العاصمة السورية وتحديدا ساحة العباسيين. تطور يأخذ الصراع السوري إلى مربع متقدم من المواجهة، تنتفض معه قوات النظام مستشعرة الخطر في صراع طال أمده. تغلق القوات الحكومية شوارع رئيسية في العاصمة، منها فارس الخوري والعباسيين، وسط انقطاع للتيار الكهربائي عن معظم مناطق دمشق. يتزامن ذلك مع فرض حظر للتجول في بعض أحياء العاصمة. تطورات متلاحقة تأتي بعد تحول بوصلة القتال باتجاه حي جوبر الذي يشهد المعارك الأعنف منذ فترة، إذ تتقاسم قوات النظام والفصائل السيطرة على الحي الذي يعد وفقا لكثيرين خط المواجهة الأول بين الطرفين، باعتباره أقرب نقطة إلى وسط العاصمة توجد فيها الفصائل. تدور المعارك مع قوات النظام وميليشياته في حي جوبر بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي مكثف للقوات الحكومية على الحي. بحسب مصادر ميدانية فإن المعارك أسفرت عن تقدم فصائل المعارضة، حيث تمكنت من السيطرة على محور كتلة الأبنية بمحيط كراج العباسيين بالعاصمة دمشق. إضافة إلى تحقيق تقدم إلى وسط العاصمة، يهدف هجوم الفصائل في جوبر وفق كثيرين إلى تخفيف الضغط عن محاور برزة وتشرين والقابون، بعد تمكن قوات النظام من تحقيق تقدم مهم لقطع الطريق الرابط بين برزة وتشرين شرقي دمشق. تطور من شأنه أن يسمح بفصل حي برزة كليا عن بقية الأحياء في شرقي دمشق، لكن خلال الساعات الماضية تمكنت الفصائل من التقدم في حي القابون والسيطرة على مواقع مهمة من بينها المدينة الصناعية. على الجانب الآخر، تهدف قوات النظام من خلال التصعيد في حيي القابون وتشرين إلى دفع الفصائل نحو اتفاق تهجير على غرار ما حدث في حي الوعر بحمص وغيره من المناطق السورية، إلا أن استشعار القوات الحكومية للخطر في دمشق قد يدفعها لتغيير خططها ولو في الوقت الراهن. المزيد عن طبيعة التقدم الميداني الآن الذي أنجزته اليوم المعارضة في قلب العاصمة دمشق، معك شانتال. تقدم لافت ومفاجئ للكثيرين، هذه الثغرة التي فتحها المقاتلون المعارضون. بداية مهند، من هي هذه القوات المعارضة التي تقدمت باتجاه قلب دمشق؟ نتحدث عن فيلق الرحمن، هيئة تحرير الشام، وفصائل أخرى تابعة للجيش الحر. هذه القوات بدأت الهجوم بتفجير عربتين مفخختين استهدفت تجمعين للنظام. نتحدث هنا على هذه الخريطة نفسها، يعني خريطة العاصمة، محوري العباسيين هنا ومعمل كراش بالقرب من هذا المحور، ما أسفر عن تقدم المعارضة وسيطرتها على نقاط عدة وأبنية وأجزاء من شركة الكهرباء. هذه هي هنا مؤسسة الكهرباء. ذكرت المصادر أن المعارضة التي تحاول وضع اليد على كراجات العباسيين في هذا الاتجاه دمرت عدة آليات للنظام هنا وقتلت وأسرت عددا من عناصره، في حين شنت طائرات النظام عدة غارات في هذا الوقت على هذه المنطقة إذن هنا في هذا الاتجاه. ووفق تقديرات محللين عسكريين فإن المعارضة تسعى إلى وصل حي جوبر بحي القابون. هنا نتحدث عن هذه المنطقتين، هذه جوبر وهذا حي القابون، هذه المنطقة الفصل للنظام هنا. يعني هذا يعني أيضا نتحدث عن هذا الحي، حي القابون بالذات اللي هو محاصر كما تشير الخريطة عندنا الليلة، ما يعني إفشال النظام هنا، النظام في وضع اليد على الحيين، على حي القابون وحي جوبر، بالإضافة بطبيعة الحال إلى أحياء برزة في هذا الاتجاه على الخريطة مشاهدين. وبالتالي تهديد رأس النظام في هذه العاصمة بقطع
طريق العدوي، هذا الطريق هنا السريع الذي يشكل شريانا مهما للنظام باتجاه مواقعه في محيط الغوطة. حاول مشاهدينا التلفزيون الرسمي للنظام تغطية حملة فصائل المعارضة في حي جوبر، وشكك بالهجوم من خلال البث المباشر من أقرب نقطة تقدمت إليها المعارضة المسلحة. وأثناء نفي مراسلة الإخبارية السورية لخبر هذا الهجوم أو حصول أي معارك، سقطت في هذه الأثناء في نفس الوقت عدة قذائف في محيطها. نتابع معكم. نعم إيه. مشلين، ماذا عن أصوات القذائف؟ هل هناك قنص كما تروج بعض وسائل الإعلام؟ ما حقيقة هذا الوضع؟ يعني بطبيعة الحال دائما يرافق إنجاز الجيش العربي السوري مثل هكذا إشاعات ومثل هكذا تضليل إعلامي، اعتدنا عليه إياد واعتدنا وخبرناه جيدا. يعني هناك قذائف يعني كما سمعنا قبل قليل، ولكن قليلة جدا، ولكن وأنا أقف يعني بجانب وأتحدث معك مباشرة على الهواء بدون أي وسائل حماية والكاميرا وأيضا والناس من حولي يتحدثون، نسمع صوت قذائف من جهة من وقت إلى آخر، ولكن هي قليلة، ولا أبدا حالات قنص أو شيء من هذا القبيل. إنما سلاح الجيش العربي السوري يتعامل مع هكذا أمور بسلاح المدفعية، ربما نسمع صوت المدفعية من فترة إلى أخرى وبضع القذائف وليس إلا يعني. وأثر اقتراب قوات المعارضة أكثر من مقر التلفزيون السوري بسيطرتهم على نقاط في منطقة كرجات العباسيين كما ذكرنا، اضطر مراسلو التلفزيون الرسمي للابتعاد، تغيير مكان البث، حيث ظهروا في منطقة المزرعة والزبلطاني بعد أن كانوا في كرجات العباسيين. وهذه كلها مؤشرات على أن المعارضة يعني أعدت بشكل دقيق لهجومها وفاجأت مهند، كما ذكرت في بداية حديثنا، فاجأت قوات النظام بهذا التحرك لربما كان الأكثر مفاجأة خلال يعني الفترة الماضية. هنا نتساءل ما الذي يريده يعني ما الذي تريده فصائل المعارضة من كل ذلك، وما هي الرسالة الأبرز التي أرادت أن ترسلها؟ أولا، واضح من الكثير من التقارير المصورة أن هناك تقدم ملموس لفصائل المعارضة في هذه المناطق التي أشرت إليها. السؤال هو ما هو الهدف النهائي لهذا التحرك، وما إمكانية مسك الأرض لفترة طويلة في هذه المنطقة؟ نحن نتحدث عن اقترابنا من معقل النظام السوري، نحن نتحدث عن شوارع المدينة داخل مدينة دمشق، يعني هناك مناظر لدبابات داخل المدينة، هذه لم نرها في كثير من الحالات. هناك شريان حيوي كما ذكرنا يعني يصل تماماً العدوي. تماماً. صحيح. دعينا نسأل بعض الأسئلة لضيفنا من عمان، معنا من هناك الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد ركن طيار إسماعيل أيوب. مساء الخير عقيد أيوب، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. نتحدث عن هذا التقدم المفاجئ والسريع لمقاتلي الفصائل المعارضة في هذه المنطقة من حي جوبر، نتحدث عن منطقة العباسيين، نتحدث عن مناطق قريبة من مركز البلد. أولا، ما هو السبب وراء هذا التقدم المفاجئ؟ وثانيا، ما هو الهدف النهائي برأيك لفصائل المعارضة من هذا التقدم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد تحية لكم ولكل مشاهدي سكاي نيوز. الحقيقة بدأ النظام عملية عسكرية ضد ثلاث أحياء دفعة واحدة، هي حي القابون وحي تشرين وحي برزة القديم والمزارع المتاخمة لمشفى تشرين. منذ شهر استخدم النظام كافة أنواع الأسلحة ضد هذه الحيين، ونجح من الجهة الشمالية شرق مشفى تشرين باتجاه الأستراد الدولي حمص دمشق إلى عزل هذه الأحياء عن حرستا ودومة. من ناحية التخطيط العسكري كان يجب على النظام، وأعتقد أنه كان متحضرا لذلك، أنه يعني دعم الجبهات الأخرى. كان لابد من قوى الثوار أو قوى المعارضة في الغوطة الشرقية والمتمثلة بشكل رئيسي بجيش الإسلام وفيلق الرحمن أن تقوم بعمل عسكري مضاد لفك الطوق عن حي القابون. وكما رأيتم على الخريطة التي عرضتموها أن المسافة الفاصلة بين حي جوبر وحي القابون كانت تقريبا حوالي 2 كيلومتر. قام يعني الثوار بعملية مفاجئة وسريعة صباح هذا اليوم، وتمكنوا منذ ساعة تقريبا من وصل أو فتح الطريق باستيلاء على المدينة الصناعية ورحبة الدبابات ومؤسسة الكهرباء وكراجات العباسيين، وصولا إلى تقاطع دوار حي القابون الذي يصل باستيراد العدوي. بذلك يكون
قوات المعارضة قد فكت الطوق مبدئيا عن حي القابون، وبالتالي وقع جزء كبير من قوات النظام ضمن حصار الممتد من كراج البولمانات إلى فرع حرست المخابرات الجوية إلى إدارة المركبات. هذا العمل يعني حقيقة فاجأ النظام مفاجأة استراتيجية، إذ أن حي جوبر تحديدا منذ 3 سنوات ونصف حاول النظام بأكثر من 200 عملية عسكرية لمحاولة التقدم والسيطرة عليه وفشل، ورغم القصف الجوي الكثيف والقصف المدفعي واستقدام المخططين والمحللين العسكريين الروس والإيرانيين ولم يستطع ذلك. وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذه العملية جريئة، هذه العملية مفاجئة، أربكت النظام، أربكت داعمي النظام. الحديث يمكن أن يطول كثيرا على هذه العملية، لكن الآن كما تعلمون حي العباسيين تدور فيه معارك باتجاه ساحة العباسيين التي كانت تقف عندها مراسل تلفزيون النظام. استراد العدوي الحيوي الذي يصل إلى منتصف العاصمة مقطوع كليا، هناك تهديد كبير لمركز القوات الخاصة ضمن حي القابون، بالإضافة إلى القطع العسكرية التي ذكرتها التي باتت محاصرة حاليا بشكل 360 طيب. درجة. عقيد أيوب، بعد كل هذه التطورات ظهرت أصوات معارضة تقول أن التطورات في دمشق تدل على ضعف النظام. هنا نتساءل إلى متى يمكن أن يستمر هذا التقدم؟ هل سيدوم؟ يعني كنا في الأسبوع في الأسبوعين الماضيين نتحدث عن مفاوضات يعني سياسية تفضي إلى حل سريع للأزمة السورية. تعنت النظام وتعنت داعمين النظام وإصرارهم على الحل العسكري في سوريا هو الذي أفضى إلى تلك العمليات. أضف إلى ذلك أن الروس الضامن لوقف إطلاق النار لم يلتزم، رغم أن يعني محمد علوش هو كان رئيس وفد في الأستانة وهو ممثل عن جيش الإسلام وهو الساعي إلى مفاوضات سياسية. رغم ذلك تعرضت المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسلام إلى الكثير والكثير والكثير من غارات الجوي والقصف المدفعي. بطبيعة الحال إذا لم يكن هناك حل سياسي للأزمة السورية ستستمر العمليات العسكرية. هذا النظام يجب أن يزول، هذا النظام دمر سوريا. يعني ماذا يريد النظام من هذه الأعمال؟ يعني مدينة دمشق الآن يقطن فيها حوالي 5 ملايين نسمة، أين يذهبون؟ النظام يعني من خلال ضغط ميليشيات الشيعية كما تعلمون أقدم عدة عمليات عسكرية حول دمشق، وهذا ما يسمى بالهلال الشيعي. يعني أفرغ وادي بردة من سكانه وحل محله حزب الله، أفضى أخلى دارية من سكانها والآن يسكن فيه عائلات مقاتلين الشيعة، والآن بقيت هذه الخاصرة لإتمام الهلال الشيعي حوالي دمشق. وأعتقد أن جيش الإسلام وفيلق الرحمن وكافة الفصائل المقاتلة هناك والتي هي مستعدة للحل السياسي ليست مستعدة لكي يتم هذا أو ينجح هذا الهلال الشيعي بمساعدة الميليشيات الشيعية التي تساعد قوات النظام، فكان لابد من هذا العمل العسكري. وأعتقد أن قتال المدن كما تعلمون هو قتال على المستوى العسكري صعب جدا، وليس بمقدور قوات النظام أن تستعيد هذه النقاط التي احتلتها قوات معارضة بسهولة. على أي أساس عقيد أيوب تقول أنه ليس بمقدور قوات النظام استعادة هذه النقاط؟ أولا يعني هذه النقاط مختلفة عن أي جبهات أخرى، نحن نتحدث عن منطقة قريبة جدا من المعاقل الأساسية للنظام. الأمر الآخر، هناك الكثير من الميليشيات التي أشرت إليها التي تقاتل إلى جانب النظام موجودة أيضا في محيط هذه المناطق. لماذا لا يتكرر برأيك من ناحية ميدانية، أنا أتساءل هنا، لماذا لا يتكرر سيناريو ثغرة الراموسة في حلب نذكر جيدا عندما كان هناك تقدم كبير لقوات المعارضة، ثم بعد ذلك استطاعت قوات النظام وحلفائه أن تصد وأن تعيد أو تستعيد هذه المناطق التي تم التقدم فيها؟ أولا أخي مهند، إذا نظرنا من خلال وجهة نظر عسكرية بحتة إلى الميزان العسكري بين القوتين المتحاربتين في تلك المنطقة، ليس هناك أي موازنة أو أي تعادل بين قوات النظام التي تمتلك يعني سلاحي طيران، هو سلاح الطيران السوري وسلاح الطيران الروسي، تمتلك كتل كبيرة من المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، تمتلك الدبابات، تمتلك كل شيء. بالمقابل قوى الثورة في تلك المنطقة يعني تمتلك بعض الدبابات وبعض الأسلحة الخفيفة، وبالرغم من ذلك
تحقق نجاحات كبيرة ومفاجئة جدا في تلك المنطقة. ما أشرت إليه بالنسبة إلى يعني العمل الذي يعني أدى أفضى إلى سقوط حلب الشرقية، هذا يعني غير منفي من وجهة نظر عسكرية، يعني في المعارك كل شيء جائز، لكن يعني وضع غوطة دمشق تحديدا، النظام يقاتل مع المعارضة على جبهة طويلة جدا منذ أكثر من 4 سنوات، ووضع له الروس خطة تسمى خطة دبيب النمل، أي أنهم غير مستعجلين على قضم أو قرض المزيد من الأراضي. كل شيء وارد في المعركة، لكن يعني إذا ضربنا مثلا صغيرا، أنت عندما تضع يعني قطا صغيرا في غرفة وسددت عليه كافة المنافذ سيقاتل حتى الموت. هذا ما يقوم به قوات الثورة في غوطة دمشق. جميع الجبهات مغلقة، يقاتلون بما تيسر لهم من سلاح، وبالرغم من ذلك يحققون نجاحات. وأعتقد أن صاحب الأرض المؤمن بعقيدته الذي أقسم أن يقاتل حتى الموت، لا أعتقد أنه بهذه السهولة تستطيع قوات النظام التي تمتلك كل شيء من التفوق عليه. شكرا جزيلا لك العقيد ركن طيار إسماعيل أيوب، الخبير العسكري والاستراتيجي، كان معنا مباشرة من عمان. يعني بالفعل كما قال العقيد أيوب شانتال، التقدم لافت ومشهود به، ولكن السؤال هو بالنظر إلى محدودية إمكانات مقاتلي المعارضة، إلى أي مدى يمكن الاحتفاظ بهذه الثغرة ويعني استخدامها للانطلاق؟ وكيف سيستثمر النظام أيضا هذا التقدم ليستخدمه؟ المنطقة كما ذكرنا قريبة من مراكز المدينة، وهناك الكثير من الميليشيات الطائفية التي تقاتل إلى جانب النظام موجودة أيضا في هذه المناطق، ولربما يستخدمها أيضا لتحسين موقفه في المفاوضات. تماما. شكرا جزيلا لك شونتال. شكرا.